للحديث في هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن جوناثان تي جيليام، الكاتب المتخصص في الشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية. سيد جوناثان، أهلا بك معنا. نقرأ معك الموقف الآن سياسيا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، كيف تقرأ هذه التصريحات الجديدة بين البلدين مع استمرار الحرب؟ أعتقد بأن في السياسات إدارة بايدن تقول أي شيء سيكون لمصلحة إدارة بايدن، وأنه علينا أن ندرك بأن هذا تحليل للسلوك الخاص بجو بايدن وإدارته، فهم ليسوا خبراء في الحرب وليسوا جيدين في الدبلوماسية، لكنهم حريصين ألا يكونوا في موقف يمكن أن ينعكس بشكل سيء عليهم سياسيا، وهذا قد يكون له رد فعل عكسي. في حالة إسرائيل ما نراه بأنها هناك تمسك بموقف إدارة بايدن بأن يكونوا إلى جانب اليسار لدعم إسرائيل ولدعم من يدعمون الفلسطينيين، وهذا الهدوء أو التوقف يكون عبر رسالة من جو بايدن بأنه لا يريد أن يجعل أي من الطرفين يصل إلى حد الغضب، وبالتالي الدعم الذي يقدمه لإسرائيل ليس الدعم الكامل، وبالتالي هو يحاول أن يرسم صورة بأن الولايات المتحدة تدعم الفلسطينيين عبر دعم إسرائيل، ويحاول أن يدعم إسرائيل ويقنع إسرائيل بوقف إطلاق النار. من ناحية أخرى، عندما تنظر إلى إسرائيل وما يحدث في الحرب، هم يحاربون ضد طرف مدعوم من إيران حماس، وهم لا يستهدفون الفلسطينيين واللبنانيين. حماس وحزب الله وضعوا أنفسهم بطريقة لتكون جزء من هذا الشعب، وبالتالي من الصعب لإسرائيل بأن تميز ما بين من يطلق الصاروخ ومن لا يطلق، وبالتالي من الصعب أن تشن هذه المعركة. ولكن عندما ننظر إلى الواقع وما تقوم به إسرائيل، فهم يقومون بالهجوم على من يشن الهجمات ضدهم باستمرار في مراحل تاريخية سابقة، وهي تريد القضاء على هذه المجموعة. عندما ننظر إلى العلاقة ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل، فنجد بأن أيديولوجية القتال، حزب الله، إيران، حماس، الحوثيين، كل هؤلاء مدعومين من إيران، وهم يريدون القضاء على إسرائيل ويريدون القضاء على اليهود في الكوكب، وهذا يعد من الخلافات الأيديولوجية بين الدول المختلفة التي تحاول أن تقول بأن ما تراه هو الأفضل، وأن لديهم القضية، وهم لا يتصرفون بطريقة المعتدي في العالم. وأعتقد سواء كانت إيران أو إسرائيل أو الولايات المتحدة، هذا هو الهدف، أن سيد هناك شيء جوناثان يقدر إليه. يعني تحدثت كثيرا سيد جوناثان في سياق هذه الإجابة ولم تجبني على سؤالي، لكن بما أنك فتحت العديد من القضايا للنقاش، من رحم الإجابة التي ذكرت، قلتم أن إسرائيل لا تستطيع التفريق بين من تقوم باستهدافهم في عدة مناطق في قطاع غزة، لا تستطيع التفريق بين من هم حماس، من هم دون ذلك من المدنيين، من الأطفال، من النساء. بداية، هل ذلك يعد مبرراً لإسرائيل للجرم الذي ارتكبته؟ أكثر من 31 شهيداً منذ بداية الحرب، عشرات آلاف الإصابات والمفقودين. هذا صعب للغاية.
هذا السؤال عندما نعود إلى 300 عام أو 400 عام لم نكن نطرح هذه الأسئلة. هذه الأسئلة ظهرت بعد الثورة الصناعية والحروب التي ظهرت بعد ذلك والتجمعات الصناعية وما حدث في هذه الحروب. عندما ننظر إلى حماس وإسرائيل فهم يهجمون على عدو ويستهدفون المدنيين، وحقيقة الأمر الهجوم الذي قامت به حماس أو حزب الله هم يتموقعون ضمن المدنيين والمستشفيات. أنت تأكدت من ذلك سيد جيليا؟ أنت لديك معلومة دقيقة في هذا الجانب؟ حتى إسرائيل بعدما قالت أنه هناك عناصر من حماس داخل المستشفيات وبين المدنيين خرجت بعض التقارير إسرائيلية ونفت ذلك، وهناك قدرات عسكرية إسرائيلية تستطيع فيها التفريق بين مدني وبين آخر يحمل السلاح. إسرائيل تقوم بتصوير المدنيين وتقوم بإعدامهم وتقوم بتصويرهم لحظة استهدافهم، كما جرى مثلا في مجزرة شارع الرشيد على شاطئ بحر غزة، وقامت باستهداف من انتظروا شاحنات المساعدات. هؤلاء كانوا من المسلحين من الداعمين لحماس مثلا. علينا أن ننظر إلى التاريخ، وهذه الأساليب لأن يكون التموقع ضمن المدنيين هذا تكتيك تستخدمه إيران ومقاتلون في الشرق الأوسط عبر عصور. علينا أن ننظر إلى قواعد الحرب وأن ندرك بأن مجموعة معينة تحارب في الوقت الحالي. أنت تذكر التاريخ سيد جونثان وأنا أسألك عن الواقع. أنا أسألك عن الواقع، هل لديك معلومة دقيقة تقول إنه حماس بالفعل استخدمت المدنيين كما تقول دروع بشرية في هذه الحرب؟ هل لديك أي إثباتات على ما تقول؟ أقول لك الرئيس الأمريكي مثلا جو بايدن في بداية الحرب تحدث عن اغتصاب، والكثير يعني ذكره يصعب في هذه الحلقة، عن ما جرى في 7 أكتوبر، ومن ثم تم نفي ذلك من قبل البيت الأبيض وعلى لسان الرئيس الأمريكي كذلك. اليوم تتحدث ربما بذات الموضوع قبل 5 أشهر على الرغم من أنها يعني مجرد كانت مزاعم إسرائيلية. نتحدث عن الواقع ليس موضوعنا على أي حال. خلينا نذهب ونتفق أنه الآن هناك نوع من العلاقة غير السوية سياسيا، دعنا نذكر هنا على صعيد التصريحات بين واشنطن وتل أبيب. كيف يمكن أن نقرأ هذه العلاقة الآن وما تأثيرها على سياق الحرب؟ سوف أجيب على البيان الذي أشرت إليه بشأن الأدلة والسؤال. في أرض المعركة في الوقت الحالي في العصور الحديثة أي طرف يمكن أن يقوم ببروباغندا، إسرائيل، إيران، حماس، حزب الله، لكن الواقع مرة أخرى عندما ننظر في التاريخ كيف لهذه المجموعات أن تقوم بشأن القتال وما هو التكتيك الذي تستخدمه، لأنها لا تغير من التكتيك الخاص بها لأنهم يهاجمون ويحاربون إسرائيل. هذا التكتيك هو أسلوب إيران وحماس، ونعلم بأنهم بالفعل يتموقعون في المستشفيات والأنفاق وقد تجدوا رهائن. يبدو أنك لا تريد أن تجيبني على التساؤل. بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قال، انتقد المواقف الأخيرة للإدارة الأمريكية وبشكل واضح أشار إلى أنه من المستحيل أن تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ثم تعارض هذه الإدارة إسرائيل عندما تمارس هذا الحق وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد. كيف تقرأ تصريحات نتنياهو هذه على وجه التحديد؟ رئيس الوزراء نتنياهو في معركة لأن يرضي شعب إسرائيل. عندما يتحدث عن بايدن هو يتحدث عن سياسي آخر
ويظهر ليس فقط علامات الدعم للشعب الفلسطيني، ولكن العديد من إدارته أظهروا الدعم لحماس. عندما تكون في موقف نتنياهو وشعبه يرى ذلك، فسوف تكون هناك أسئلة بشأن جو بايدن وإدارته. لا أعتقد أن عندما يكون هناك من هم سياسيون في الإدارة وليسوا من المتخصصين في الحرب، عندما ننظر إلى نتنياهو وبايدن، نتنياهو يعرف بأنه سوف يحصل على الدعم العسكري، ويعرف بأنه سوف يحصل على المعدات والأموال، لكن الرسالة في حد ذاتها والالتزام الذي تظهره الولايات المتحدة مختلفة عما تقدمه. وبالتالي فإن نتنياهو يطالب جو بايدن بهذا، هو يريد سياسيا أن يكون هذا الدعم واضح، وأن إسرائيل لديها هذا الدعم الكامل، وأن الولايات المتحدة تقف بهذا الدعم. هذا ضغط سياسي ومناورة سياسية، لكن الدعم لإسرائيل قائم كما هو. المشكلة هو أن إدارة بايدن لا تريد أن تنظر في أعين العالم أو في لمن هم في الإدارة ومن هم يسعون لإرضاء الناخبين، بحيث يظهر بأنه يحاول أن يحصل على أكبر قدر من الأصوات بمثل هذه المواقف، هذه الدبلوماسية وهذه التعليقات التي تصدر عنه عن البيت الأبيض ربما لا تكون متوافقة بسبب استجذاب الناخبين. طيب